السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة رسم خطوط الكونتور لقطعة الأرض دي، بمعنى إن إحنا هنتعلم إزاي نرسم أرض على مناسيب مختلفة. طيب، أول حاجة هنعملها إن إحنا هنروح للسايت من بروجكت براوزر، بعد كده هنروح نضغط على ماسنج أند سايت، منها هنختار توبو سيرفيس، نبتدي نرسم الخطوط أو النقاط بتاعت شكل الأرض زي ما هو واضح قدام حضراتكم بهذه الطريقة. بعد كده هنقول والله أنا هنزل سالب 2 متر وابتدي أرسم النقط بتاعتي مرة أخرى بهذه الطريقة. بعد كده هقول له والله كمان هنزل سالب 4 متر وابتدي أرسم النقط بتاعتي بهذه الطريقة. لا، هكمل كمان، عايز أنزل سالب 10 متر وابتدي اكمل النقط بتاعتي بهذه الطريقه. طبعا الارقام دي بنوصل بيها الفكره فقط لا غير، حضرتك تقدر ترسم ارقام مختلفه مناسيب مختلفه. اخر حاجه هقول والله كمان انزل لي سالب 5 متر بهذه الطريقه. اول ما ابتدي اخلص اقول له صح كده، انا رسمت شكل الارض بتاعتي خطوط الكونتور. بعد كده هقول له بيلدينج بوينت هذه الطريقه، بيلدنج بيت، ومن هنا هبتدي اقول له خلي لي المسافات كل 2 متر واقول له ابلاي اوكي، هلاقي ان خطوط الكونتور قربت من بعضها. كده انا خلصت شكل الارض بتاعتي. ممكن اخلي دي رياليستيك ودي فاين. لو حبيت اشوف خطوط الكونتور بتاعتي ممكن اروح للسيري دي واخلي دي برضو رياليستيك، هلاقي ان خطوط الكونتور واضحه معايا بهذه الطريقه. طبعا حضرتك ممكن ما تكونش شايف المناسيب بالظبط، لو رحنا للسايت مره اخرى وقلنا له هناخد سيكشن في الجزء ده وضغط على السيكشن، هلاحظ ان الارض بهذه الطريقه، اصبح عندي مناسيب مختلفه بهذه الطريقه، ان ده الجزء ده طالع، الجزء ده ابتدى يستوي اكتر، وهكذا. ممكن كمان ابتدي اخش على السايت مره اخرى وابتدي اختار السيرفيس بتاعتي واقول له edit surface edit surface، وابتدي اختار النقطه دي واقول له خليها لي على منسوب 3 متر، والنقطه دي واقول له خليها لي على منسوب سالب 2 متر، والنقطه دي خليها لي على منسوب بوينت نص متر واقول له صح، هلاقي ان النقاط دي ابتدت تعلى وتوطى معايا. لو رحنا للسكشن مره اخرى هتلاقي الشكل بهذه الطريقه، هنخليه فاين كمان رياليستيك بهذه الطريقه، الشكل اختلف معايا. لو رحنا لل 3 دي هتلاقي ان خطوط الكونتور برضو واضحه معاك، واضح من الشكل ان في اجزاء عاليه في الارض بتاعتي واجزاء واطيه للارض بتاعتي. يبقى هي دي الفكره اللي كنا حابين نوصلها، الفكره البسيطه طبعا اللي حابين نوصلها من خلال البروجكت بتاعنا. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، يا رب يكون الفيديو قدم الاضافه لحضرتك. اشكركم، الى ان نلتقي بفيديو اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.